الفيدرالية في لبنان هل يمكن أن تصبح حقيقة؟ على أبواب الشتاء اللبنانيون يكتوون بناري الحطب والمازوت. والد يعنف طفليه من دون رحمة، فهل من ينقذهما؟ أهلا بكم إلى نشرة أخبار صوت بيروت انترناشنال. لماذا يفقد حسن نصر الله أعصابه كلما تحدث عن القوات اللبنانية وعن القوى السيادية في لبنان؟ ولماذا اضطر في إطلالته قبل الأخيرة إلى ذكر عدد عناصر حزب الله كتأكيد لقوته وسيطرته على الساحة اللبنانية؟ الجواب بسيط وسهل، فنصر الله يعتقد نفسه الحاكم الفعلي للبنان، وانطلاقا من هذه الصفة بالذات ينظر إلى كل الأطراف الأخرى نظرة دونية. كل شيء بالنسبة إليه ينبغي أن يخضع له ولرهبة 100,000 مقاتل، بدءا بأهل السياسة مرورا بالعسكريين والأمنيين، عناصر وقيادات، وصولا إلى القضاة والقضاء. لذلك لم يفهم نصر الله كيف واجه الأهالي عناصره وعناصر أمل في الطيون عين الرماني، وهو لذلك أيضا فقد أعصابه في خطابه الشهير، فأخذ يلصق الاتهامات شمالا ويمينا ويوزع مراجله وعنترياته كيفما كان. مع ذلك اكتشف أنه لم يستطع تغيير المعادلة، فانتقل إلى الضغط على القضاء العسكري علّه يقتص من سمير جعجع ولو من دون وجه حق. لكن هل سأل نصر الله نفسه يوما ماذا فعل هو بحق اللبنانيين من دون أن يحاكم أو يعاقب؟ فقتلته هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية في لبنان معروفة وجوههم ومعروفة هوياتهم، فلماذا لم يسلمهم الأمين العام لحزب الله إلى السلطات الأمنية والقضائية؟ وقبل ذلك لماذا لم يحقق معه القضاء في الموضوع؟ أيضا المسؤول الأمني الأول في حزب الله وفيق صفا هدد المحقق العدلي طارق البيطار علنا، وذلك باسم نصر الله شخصيا وفي قصر العدل بالذات، فلماذا لم يحقق معه أحد؟ والأهم بعد كل هذا، أين المدان الوحيد الحي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سليم عياش؟ وهل يشك عاقل في أن نصر الله لا يعرف أين هو؟ ففي النتيجة الأفضل لنصر الله أن يتوقف عن المنادات بتحقيق العدالة حرصا على مصداقيته أولا، إذ كيف لنا أن نصدق ولعه المتأخر بالقانون فيما أفعاله حزبه هي في معظمها ضد أي عرف أو قانون. البداية من الانتخابات النيابية المرتقبة والتي قد تصبح في مهب الريح في ضوء سجلات الساعات القليلة الماضية، فبعدما أعاد أمس رئيس الجمهورية تعديلات قانون الانتخاب ردت حركة أمل عصر اليوم ببيان ناري هاجمت فيه رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر الذي اتهمته باستغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب من الانتخابات النيابية وتطييرها لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته. وللإضاءة على ملف الانتخابات ينضم إلينا عبر زوم منسق التجمع من أجل الجمهورية نوفل ضو. أستاذ نوفل أهلا وسهلا فيك. من أجل السيادة، منسق التجمع من أجل السيادة. نعم. عفوا، التجمع من أجل السيادة، يعطيك العافية وأهلا بك مجددا. يا هلا. كيف قرأت بيان حركة أمل، وهل نحن فعلا على طريق تأجيل أو تطير الاستحقاق الانتخابي؟ أنا شخصيا لا أدخل في هذه التفاصيل لأني مقتنع بعنوان عريض أساسي، أرى أن كل ما يجري على الساحة السياسية هو مجموعة تفاصيل تندرج تحت إطاره. المطلوب في هذه المرحلة وتحديدا منذ انتخاب ميشيل عون لرئاسة الجمهورية وما تلاه من مشروع انتخابي ومن سيطرة حزب الله على الأكثرية النيابية للمرة الأولى منذ العام 2005، المطلوب من قبل حزب الله أن يضع يده على السلطة التنفيذية، على السلطة التشريعية، على السلطة القضائية. إذا كان ذلك يمكن أن يتم من خلال الانتخابات فهو يجري الانتخابات، إذا كان ذلك سيتم من خلال تمديد للمجلس الحالي يمدد للمجلس الحالي. الهدف
هو السيطرة على السلطة التشريعية في لبنان والسيطرة على السلطة التنفيذية، وكما نرى الآن في موضوع القضاء اللبناني السيطرة على السلطة القضائية، أي السيطرة على كل السلطات الدستورية في لبنان. أين المخرج؟ هذا هو الهدف وكل الباقي تفاصيل. المخرج وين؟ لا يهم حزب الله ماذا يكون المخرج، يمكن أن يكون المخرج بالقوة، يمكن أن يكون المخرج باستخدام القانون والادعاء بأن ما يجري هو موضوع دستوري، يمكن أن يكون بابتكار هذه المعزوفة التي اسمها الميثاقية. هو يلجأ ويسمح لنفسه باللجوء إلى كل شيء لتحقيق أهدافه بالسيطرة على البلد. هل يؤثر أي ضغط من المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات أو عدم تطييرها؟ المجتمع الدولي إذا كان يريد أن يخدم لبنان فعلا يعمل ليس على تفصيل إجراء الانتخابات ولا على تفصيل إصلاح سياسي وإداري واقتصادي ومالي ولا على أي تفصيل آخر. إذا كان المجتمع الدولي جاد فعلا في مساعدة لبنان عليه أن يرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، بهذه العملية تحل كل المشاكل الأخرى. أما محاولة الظهور من قبل المجتمع الدولي بأنه يريد مساعدة الشعب اللبناني تارة بموضوع انتخابات يسيطر بالسلاح عليها حزب الله، وتارة أخرى بموضوع اقتصادي حزب الله يؤدي بلبنان من خلاله ومن خلال المعابر ومن خلال المرافق الحيوية التي يسيطر عليها إلى كوارث اقتصادية واجتماعية، أنا أعتقد أنه هذه حجج للهروب من الحقيقة والهروب من الواقع وتصوير أنفسهم كمجتمع دولي بأنهم يساعدون لبنان فيما هم في الحقيقة يساعدون إيران على احتلال لبنان. بعد أحداث الطيوني وعن الرماني، الحملة مستمرة على رئيس حزب القوات اللبنانية وأيضا على القاضي طارق البيطار. هل نحن أمام معادلة إما الاستقرار أو موضوع القضاء ينحل؟ واضحة، يعني المعادلة هي السيطرة على القضاء اللبناني كما تمت السيطرة على رئاسة الجمهورية من خلال تلك التسوية المشؤومة التي أوصلت ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية. نعم. كما تمت السيطرة على مجلس النواب من خلال هذا القانون الانتخابي المصري الذي أوصل إلى ما أوصل إليه لبنان. وبالتالي نحن الآن كلبنانيين جميعا ندفع ثمن هذه الأخطاء والارتكابات التي تمت منذ سنوات طويلة، ولكن تحديدا بلغت أوجها بانتخاب العماد ميشيل عون. الهجوم على القاضي بيطار هل يمكن يؤدي إلى الإطاحة به؟ الإطاحة ليست بالقاضي بيطار شخصيا، قبله أطيح بالقاضي صوان. نعم. المطلوب الإطاحة بالسلطة القضائية، المطلوب وضع اليد على السلطة القضائية. المشكلة ليست مشكلة شخص وليست مشكلة اسم معين، المشكلة هي بالرغبة في وضع اليد على السلطة القضائية في لبنان. نعم. منسق التجمع من أجل السيادة الأستاذ نوفل ضو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الفيدرالية في لبنان هل يمكن أن تصبح حقيقة؟ بعد أحداث الطيون الأخيرة عادت إلى الواجهة من جديد كلمة التقسيم والفيدرالية، وبدأت معها جوقة المؤيدين والمعترضين من دون الأخذ بعين الاعتبار أن لبنان مقسم أصلا لكن من دون حدود معلنة وفي غياب للدولة عن الكثير من الأماكن. على سبيل المثال الحصر، 90% من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت هم من الشيعة، و90% من سكان قضاء كسروان والمتن من المسيحيين، فيما 90% من سكان طرابلس هم من السنة، و90% من سكان الشوف هم من الدروز، والأمثلة عديدة على التقسيم غير المعلن. هل نحن أمام فيدراليات مقنعة اليوم؟ بلا شك، والدليل هو أحداث الطيوني حيث عادت خطوط تماس الحرب وأهالي عين الرماني والشياح باتوا أعداء في ساحة اقتتال، وهم كانوا منذ يعني دقائق عدة كانوا جيران وأحباء. هذا من جهة. أما من جهة أخرى فالأخطر في هذه الفيدراليات أن بعضها ولا سيما فيدرالية حزب الله لديه استقلالية اقتصادية وأمنية وليس فقط استقلالية اجتماعية تفصل بين اللبنانيين بحواجز طائفية تحولهم من مواطنين للأسف إلى جماعات مذهبية ضيقة. الجديد في خريطة الفيدرالية هو حديث أمين عام حزب الله عنها واتهامه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بها، في وقت تعتبر الطائفة السنية في لبنان المولود الجديد الحالم بالفيدرالية. إعادة إحياء
أو جعل النزعة الطائفية تبرز بشدة وبحدة لدى الآخرين الذين يريدون التخلص من سطوة سلاح حزب الله في لبنان، يعيد إلى جماهيرية هذا الحزب الولاء بشدة بعدما خسر الكثير من شعبيته. أما على المستوى الآخر، فالحزب يذكر خصومه السياسيين أنه الطرف الأقوى في أي تفاوض حول نظام لبناني جديد قد يولد. يقول: أنا لدي السلاح، هذا السلاح سأوظفه في هذه المفاوضات كورقة ضاغطة سأقرشها سياسيا عبر مثالثة أو عبر تكريس أكبر للفيدراليات. إذن التقسيم موجود، لكن ما ينقص لبنان هو تطبيق لا مركزية إدارية تعطي المزيد من الاستقلالية لكل قضاء وتخفف الأعباء على الدولة المخطوفة أصلا. على أبواب الشتاء، اللبنانيون على موعد مع البرد والعواصف، والحطب بديل ضائع عن المازوت. ما بقى بالكرم إلا الحطب، هيك كان يقال عن الوضع السيء بأي ظرف، واليوم ما بقى بالكرم ولا شيء حتى الحطب. فشتوي البرد المحرومة من نار المازوت ما رح تدفيها جمر الحطب، هذا العنصر المستخرج من الطبيعة صار للمرفهين، أما باقي 98% من الشعب فقلوا الله وشوية حرامات وشراشف، أما النار فهي فقط بالقلوب المحترقة. كيف تحول الحطب لكافيار؟ ذاك الحطب شيء ضروري للناس، بدها تدفى الناس بدها حطب. الشجر ما بيتأذى انت وعم بتشحله او عم بتقصه او شو ما عملت فيه، ما عم يتأذى. في فكرة غلط انه والله اذا قص شجرة انه هيدي رح تموت، لا اخي ما بتموت. الشجر لا خوف عليه، الشجر الصمغي مثل الصنوبر وهيك اشياء ايه في خوف اذا قصيته انه ما يقعد يفرخ، ما بيفرخ. اما شجر حيالله نوع تاني بس تقصه، والدليل انه حيالله حرش بيحترق مش صنوبر او ارز، دغري بتشوفه رجع فرخ تاني سنه. اذا عم نعتبر انت عم تستعمل صوبيا اللي بدها بالنهار تنكه مازوت، تنكه المازوت اليوم حقها $13 على دولار 20,000، يعني حقها 260,000، يعني انت كل 24 ساعه كل يوم بدك 260,000، 260,000 ب 30 يوم انت بدك يعني حوالي 7 مليون ليره. بدك بالشتويه اذا بتستعمل دائما وجاء الحطب بدك بحدود الخمسة طن، من الخمسة طن ولا ورا، يعني بين 15 مليون او لنفترض 12 مليون اذا استعملت حطب اخضر، 12 مليون 12 مليون ونص، وبين ال 40 مليون في فرق كتير كبير. لهالسبب رح تشوف، وخصوصا هالسنه وبظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه، رح تشوف الناس رح تلتجي للحطب أكتر. غير الحطب لأنه أول شيء غلي الطلب عليه، في طلب كتير هاي السنة على الحطب لأنه المازوت كتير غالي ومش متوفر، هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية لأنه قطع الحطب بيصير على البنزين، بيستعمل بنزين للمنشير لقطع الحطب، بنزين وزيت، ولأنه أجار العمال كمان صار غالي، غالي أجار العمال، وعندك المحروقات غالية والنقل غالي. يعني الله يساعد العالم هاي السنة، هاي الصراحة الله يساعد العالم، ما عندوش إمكانيات هاي السنة يعني، والأغلبية ما عندهاش إمكانيات. إذا بتحتاج إلى ما لا يقل عن 20 مليون ليرة لتأمن دفى البيت، وإلا مصيرك أنك ترجف من البرد. الشتوي القاسي جاي على البواب، ثلاث طرق للتدفئة أمامك عزيزي المواطن: إما تدفع مازوت ب 40 مليون ليرة، إما تدفع حطب ب 20 مليون ليرة، أو تنتفض على السلطة يلي مش بس عم تموتنا من الجوع وإنما من البرد كمان. في ملفات، صوت بيروت انترناشونال: والد يعنف طفليه والجيران يطلبون المساعدة، فهل من ينقذهما؟ بليز انا عندي عائلة وما بعرف، بدي يوصلوا لحدا يقدر يتصرف على الأقل يتخذوا الأولاد منهم، هن يتامى ما عندهم أم، عندهم بي وعايشين عن ستهم وجدهم، وجدهم واحد سكرجي حشش منه نافع. هيدا صوت مواطنة وأم من طرابلس. بعبارة مختصرة، وصلنا لفريق ملفات SBI واقع بعيشوا أولاد بحي من أحياء طرابلس الفقيرة. الجيران بيعيشوا على وتيرة صراخ الأولاد، فهل الرسالة هي حقيقة؟ لا
لنتأكد انتقلنا إلى طرابلس، إلى أحد الأحياء المعدمة، إلى إحدى الأزقة الضائعة وسط شوارع قديمة بالمدينة. انتظرنا بالخفة وما قدرنا استخدمنا الكاميرا لضيق الشارع، فصورنا بكل حذر وبسرعة، ويالي هول ما شاهدنا. الأم منعت ابنها الخمران من دخول المنزل، فاستعمل بنته أداة لفتح الباب، فلأي حد معقول يوصل فيه إجرامه. اللقطة قصيرة لأنه البي شرير وقصته مخيفة. حاولنا نتحقق من أهالي الحارة عن هالعيلة، فمين العنصر اللي عم بيشكل خطر على هالأطفال بقلب البيت؟ الخبريات اختلفت وتناقضت رواياتهم، ولكن من المؤكد أنه البي بيعنف ولاده تكراراً ومراراً، هو الوحش اللي بيهدد حياتهم كل يوم. بين الست الجد والبي، مين رح يحمي ويحضن هالبنتين اليتيمتين من العنف الذي يمارس ضدهم، من التصرفات المشبوهة، ومين رح يخلصهم من الجحيم اللي هن فيه؟ تعرضت مؤسسة للتحويلات المالية في منطقة عين الرماني لعملية سطو نفذها مسلحان في وضح النهار، وأجبرا خلالها مالكة المتجر على تسليمهما كل المبالغ الموجودة معها في الصندوق. وقد صادف وجود صوت بيروت انترناشنال في المكان بعد دقائق من حصول عملية السرقة، فكانت هذه اللقطات. على الموتور، يعني كانوا على الموتور حاطين كاس وحاطين كمامه، هجموا عليا بظرف 5 دقائق، اخذوا كل شيء. لمين؟ لشريكتك يعني؟ شريكتي هي صاحبه المؤسسه، هجموا عليا وسرقوها، حملوا حالهم وفلوا. كانت شريكتي قاعده على الكرسي، جروها على جنب، صارت تقول له انا موظفه انا موظفه، جروها بجريدها. واحد حامل، قالت لي مثل ما قالت لي، حامل شنطة، فتح الجرور، قال لها بدي دولار بدي دولار، قلت له ما في معي دولار، فتح الجرور أخذ كل المصاري بالجرور، مصريات اللوتو، مصريات الوسر، كل المصاري أخذها، حمل حاله وفل. ما بعرف إذا فينا نفتح مرة تانية أو لا، ما لازم نفتح، ما بعرف، صدقني ما بعرف، يعني لأنه عن جد شي بخوفك، يعني هي أول مرة بتصير معنا. بدي صار لي فاتحة، صار لي 10 سنين فاتحة، أول مرة بتصير معنا. والآن إلى الفقرة الفنية مع الزميلة ندى عيتاني. يعطيك العافية ندى. الله يعافيك سلمان. أخبارنا الفنية من لبنان لا وين؟ وين ما كان اليوم؟ وين ما كان؟ جولة كبيرة، بس الخبر الأول للأسف محزن. إذ رحل الممثل القدير بيير جاماجيان عن عمر بناهز 72 سنة، وذلك بالتزامن مع آخر يوم تصوير له بمسلسل هروب. وقد بدأ الممثل الراحل حياته الفنية مع رحابني، وقدم أعمال عديدة لاقت نجاح كبير، لاسيما بشخصية بيرو بمسلسل المعلمة والأستاذ، إضافة لأعمال تلفزيونية مسرحية وسينمائية أخرى مثل سهرية، نزل السرور، فيلم أمريكي طويل، شي فاشل يسعد مساكن، إبراهيم أفندي، الدنيا لمين، الغالبون، قيامة البنادق، وغيرها من الأعمال. الرحمة أكيد لروحه وتعازينا لمحبينه ولعائلته. أيضا هالأسبوع انتشر خبر طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الفائت، الأمر يلي تسبب بتساؤلات عدة عن جزء كبير من الجمهور بلبنان والعالم العربي. ليعود وينتشر مقطع صوتي لفادي بينفي فيه الخبر وبيقول أنه نانسي أمانة، وأنه ما بيعرف ليه انتشر الخبر من الأساس، وأنه بطريقه إلى المنزل ليتأكد من اللي عم بيصير. والخبر الثالث من الجونة، تعرضت النجمة نادين نجام لسيل من الانتقادات بسبب مصطلح استخدمته بمقابلة لها خلال مهرجان الجونة. وبالتفاصيل أنه نادين أرادت الحديث عن مسلسل 2020، فنفت وجود موسم ثاني منه، وقالت أنه الأمر قد يحصل بحال وجدت الشركة فكرة خرائية ليصلح لها الصحفي فراس حليمة ويقلها أصدق خرافية، فأجابته أنه خرافية من
من خرف، بينما هي بتقصد أمر خارق موضحة أنه هي عندها مصطلحاتها الخاصة. مع هجوم الصحافة الفنية على نادين اضطرت إلى التوضيح فكتبت على تويتر: فكرتك أذكى من هيك، مبيني عم بضحك وامزح معه، مش أول مرة بمزح، المفروض أنه لو نيته صافية بيحذف المقطع لأنه عارف أني عم بمزح وقلت له عندي مصطلحاتي، بس سبحان الله واضحة نيته وغلطي الأكبر أني أنا مزحت من أصله ووافقت وعطيته مقابلة وضيعت وقتي وشكرا كلكن زو. وبآخر أيام مهرجان الجونة أحيا عمرو دياب حفل غنائي بحضور جماهير كتير كبير وعدد من النجوم يلي تفاعلوا مع أغنيته، وأدى عمرو أشهر أغنيته القديم منه والجديد وسط تفاعل كبير من الجمهور، فافتتح الحفل بأغنية خلينا نتبسط يتعلموا، كما أدى أغنية الماضي وهي إحدى أشهر أغنياته القديمة، وكذلك نور العين وغيرها من الأغنيات مثل يا أجمل عيون ويوم ثلاث. وحضر الحفل العديد من المشاهير مثل فيفي عبدو، بوسي شلبي، هنا الشيحة، أحمد حاتم، نجلاء بدر، شادي ألفونس، هلا صدقي وغيرهم من النجوم. ضمن أيضا مهرجان الجونة اليوم معظم الأخبار من هنيك، وتعرضت الفنانة بشرة لحادث خلال تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت السيارة صغيرة كانت عم بتقلها هي ومحمد مكاوي يلي تعرض أيضا للإصابة. طمأن كل من بشرة ومحمد مكاوي الجمهور على آخر تطورات حالتهم الصحية. بشرة أكدت أنها بخير وقالت أنه ربنا دايما بحب يفكرنا أنه موجود ونحن نبص على ستر ربنا مش على حد، وأنا كنت موجودة بندوة مصر القديمة مع كل الأساتذة وتفرجنا على الفيلم والحمد لله الناس شافتني وأنا كويسة وهي مسألة وقت على ما أرجع أتحرك بسلاسة. محمد أيضا من جهته قال أنه هنالك خلع بسيط وعدة كدمات، وأهم حاجة أنه بشرة كويسة وأنا الحمد لله كويس، وبقول ده من العين والمهم أنه بشبش كويسة. الحمد لله على سلامتهم. منروح شوي لإصدارات نتفليكس. إنجاز جديد عم تتوقعه نتفليكس مع المسلسلات ذات الإصدار المحدود، حيث كشفت بتقرير أرباحها الأخير أنه مسلسل ميد واللي بتلعب بطولته مارغريت كوالي تغلب على The Queen's Gambit باعتباره حاليا أكثر المسلسلات مشاهدة على نتفليكس. وبتفاصيل التقرير، مسلسل ميد بطريقه إلى أن يشاهده 67 مليون حساب بأول 28 يوم بس على إصداره منذ الأول من أكتوبر، بينما شاهد مسلسل The Queen's Gambit حوالي 62 مليون خلال أول شهر. أيضا الخبر الأبرز اللي تصدر مبارح السوشيال ميديا وهو قتل الممثل العالمي أليك بولدوين مديرة التصوير وجرح شخص آخر عن طريق الخطأ، حيث أطلق النار من سلاح اعتقد أنه محشو برصاص خلبي خلال تصوير فيلم راست بولاية نيو مكسيكو الأمريكية. وقد نقلت هاليانا هاتشنز 42 سنة بطوافة إلى مستشفى قريب حيث أعلنت وفاتها، بحين أصيب المخرج جويل سوزا بجروح وغادر المستشفى بعد مدة قصيرة. وقال الناطق باسم شرطة سانتا في أنه الشرطة استجوبت بولدوين يلي أدلى بأقواله وأجاب عن بعض الأسئلة، وأشار إلى أنه النجم حضر طوعا إلى مركز الشرطة وأكد أنه أي اتهامات قضائية لم توجه ولم يوقف أي شخص، وتواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث. حادث يعني غريب، حادث الله لا يجربه لحدا، يعني هيدا شيء فاجعة كتير كبيرة، الله يعينه، ولكن هذا اللي صار. شكراً لك على أخبارنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك راديو صوت بيروت وبيروت سيتي، وإنستغرام SBI نيوز وبيروت سيتي، وعلى تويتر صوت بيروت، ويوتيوب صوت بيروت انترناشنال SBI. كما تتابعون أحدث الأخبار والتقارير على موقعنا صوتبيروت.com. هذا كل شيء، إلى اللقاء. Thank you.